ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد. هو الناس اللي عندها هوايه لا تعدل على الاغاني، تعمل دي جي وتعدل على الاغاني ديت بطريقه احترافيه ببرنامج اكتر من رائع. وقبل نبدا الفيديو يا شباب، دول افضل 5 تعليقات في الفيديوهات السابقه. ولو انتوا عايزين اسمكم يظهر اكتبوا لي تحت اسمائكم في الكومنتات واخدها في الفيديو الجاي. وبتمنى قبل ما نبدا الفيديو توقف الفيديو 5 ثواني وتدوس اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس وتدوس لايك، لان ده بيدعمنا ننزل لكم فيديوهات احلى واجمل. وكل اللي عليك يا شباب تحمل التطبيق ده من الرابط اللي هسيبه لكم في وصف الفيديو تحت، هيظهر لنا بالواجهه دي. بصراحه تطبيق اكتر من رائع. طبعا حجم التطبيق زي ما احنا شايفينه يا شباب 13.57 ميجا، حاجه صغيره جدا على التطبيق. محمله 1,000,000 شخص والتقييم بتاعه 4.6 من 10، وتعليقات الناس كلها عليه ايجابيه وجميله جدا. بعد ما نحمل التطبيق يا شباب من الرابط اللي هسيبه لكم في وصف الفيديو تحت بنضغط فتح. طبعا يا شباب بيظهر بالواجهه دي زي ما احنا شايفين. طبعا يا شباب عايزين نضيف اي موسيقى بنضغط هنا، نضغط هنا ونختار اي موسيقى من عندنا على الهاتف، ولتكن مثلا الموسيقى دي، بنضغط عليها ضغطتين، نرجع ورا هنلاقيها يا شباب انضافت زي ما احنا شايفين. بنوقفها من هنا او بنشغلها من هنا. تطبيق اكتر من رائع في نفس مواصفات الدي جي. هنا تعدل على النغمه نفسها، تخليها تعدل في المود بتاع الاغنيه او في التون بتاعها. من هنا مثلا انت بتسمع، حابب تسمعها عن طريق سماعات هاند فري، بنختار هنا بنلاقي مود الاغنيه اتغير بالكامل. فيها شباب تعديلات انا مش هفهمها لان مش بتاع دي جي او ليا هوايه بالموسيقى قد كده اللي انا اعدل عليها او الحاجات دي. فطبعا الناس اللي لها هوايه هتعرف تتعلم على التطبيق ده بسرعه وفاهمين ايه الاضرار دي. يعني انا دي حاجات انا مش فاهمها، اكيد طبعا بتاع دي جي فاهمها. كل اللي انا فهمته من التطبيق انك ازاي تضيف الاغنيه، مثلا عايز تعدل على المود بتاع الاغنيه من هنا زي ما قلت لكم يا شباب، هنا بيظهر لك مثلا تعدل على الحاجات دي، تعلي الصوت بتاع الاغنيه من هنا من الفوليوم، توطيت عليه بالشكل اللي انت عايزه. فلقيت التطبيق ده يا شباب على جوجل بلاي، حبيت افيدكم بيه للناس اللي لها هوايه اللي تلعب في الموسيقى وتعدل فيها. والناس بتوع الدي جي هيحتاجوا للتطبيق ده بنسبه 1,000,000%. تطبيق جامد بكل المقاييس. لاحظوا بعد ما نعدل من هنا بيتغير التون بتاع النغمه. فلو عايزين شرح للتطبيق ده يا شباب وحبيتوا التطبيق اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وهشوف له شروحات في فيديوهات اجنبيه وعمل لكم شرح عليه. ولو عايزين اسمكم يظهر باذن الله في الفيديو الجاي اكتبوا تحت تعليقاتكم وان شاء الله هاخدها في الفيديو الجاي. وبتمنى تشوفوا الفيديوهات القديمه، اكيد هتلاقي فيديوهات تعجبكم باذن الله. واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.